سوى الجمهورية وإيجاد حل جذري للأزمة مع تفعيل آليات الدولة المختلفة في مواجهة هذه الظاهرة لإعادة المظهر الحضاري إلى الشارع المصري. نذهب مباشرة إلى منطقة أوسيم في محافظة الجيزة مع الزميل أحمد غنيم. إليك أحمد، تفضل. اهلا بكم مشاهدينا، ما زلنا في متابعه حمله مصر النظيفه، وما زالت كاميرا الحياه الان بترصد انتشار الكمامه في شوارع القاهره وباقي المحافظات. الجوله هذه المره بالتحديد في منطقه بشتيل المحطه، ويمكن شايفين انتشار الكمامه ليس فقط في الشوارع الجانبيه ولكن الشوارع الرئيسيه ايضا. والمكان اللي انا متواجد فيه حتى الان يمكن على بعد خطوات من المجلس المحلي لبشتيل كما ترون في الصوره خلفي، ومع ذلك هناك انتشار للكمامه حتى على بعد هذه الخطوات. معي بعض الاهالي ويمكن يرصدوا معي المشكله ويحكوا لنا هم المعاناه بتاعتهم هنا في المنطقه. كلمنا عن منظر الزباله اللي هنا وانتشار القمامه في منطقه بشتيل. منظر الزباله ديت الحقيقه جاب لنا امراض كتير جدا في الصدر بالذات، وكلمنا المسؤولين كتير وكلمنا الوحده المحليه كتير. الوحده المحليه للاسف عملت صناديق للزباله، ويمكن شايفها حضرتك متبهدله ومتكسره. يجي مسؤول من دول يمر او يكون في زياره للمنطقه، تلاقي المنطقه نطفت والزباله اتشالت والصناديق موجوده، لكن بعد المسؤول ما يمشي والزياره تخلص ترجع كما هي. لكن احنا عايزين يا ريت كل مسؤول يزورنا في بشتيل كل يوم عشان تبقى بشتيل نظيفه. صحيح الوحده المحليه عملت صناديق، بس الصناديق اتكسرت واترمت في الزباله وبقت ضمن الزباله الموجوده. الزبالة دي جابت لنا أمراض وجابت لنا حشرات وجابت لنا حاجات كتيرة جدا. اتفضل حضرتك. احنا دلوقتي على بعد خطوات من المجلس المحلي، فازاي المنظر ده موجود حتى على بعد أمتار، يعني مش منطقة بعيدة ولا حاجة، هل مفيش اهتمام بالمنطقة دي؟ حضرتك هو مفيش اهتمام أصلا، دي حضرتك دي مش بشيل المحطة، دي بشيل البلد. واخد بال حضرتك؟ دي على طول الزبالة والشوارع كلها مكسرة والناس تعبانة هنا جدا حضرتك. حتى هنا السكة الحديد هنا كذا واحد هنا مات. الناس بترمي الزباله هنا عشان مش لاقي الصناديق. حضرتك حلو حط هنا مفيش اهتمام، حتى لو الصناديق موجوده بتتملي ومحدش بيشيلها حضرتك. يعني المسؤوليه مشتركه؟ المسؤوليه حضرتك مشتركه، بس ما هنا حضرتك بشيل البلد ديت محدش هنا حضرتك بيجي يبص لها يعني بنظره العطف للناس اللي هنا. لا مؤاخذه يا فندم حضرتك، لو 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 بهايم مش هيستحملوا اللي احنا فيه. زباله وميه وسخه وحتى المجاري بتضرب على طول، فهنا حضرتك اسوأ يعني. شايف الاخير، انا عايز اعرف الحل ازاي بقى بالنسبه لل يعني صاحب العقار اللي قدام نفس الكمامه دي، واتقدمت كذا مره للمجلس المحلي وللناس المسؤولين قبل كده على بعد خطوات قبل كده ان انا هنضف الجزء دون واقدمه بتشجير، اقوم بعمليه تشجير، لان عندي مؤسسه لغات وكورسات في العماره موجوده عندي في نفس المكان، وللسكان اللي عندي واطفالي واولادنا ومنطقه المجمع بصفه عامه كمدرسه الثانوي عندي وعند المدارس وعند منطقه بشيل معاناه شديده جدا من القمامه. ده ترتب عليه امراض انتشارها وتفشيها. خلينا نتكلم عن الحلول، هل المسؤوليه بس ملقاه على المجلس المحلي ولا على الاهالي ايضا؟ الاهالي عندهم عادات مستخدمينها للالقاء القمامه بتاعتهم، لكن احنا لو اتقدمنا انا مستعد ان انا اشجر المنطقه دي قدام العماره عندنا وكل المناطق، الناس الاهالي متكاتفين معانا بالفعل. هل ان احنا عندنا نشجرها ونحل المشكله على اساس تبقى مكان نظيف وجميل للمناطق كلها وللناس كلها. العافيه يا فندم. كما تابعنا معكم مشاهدينا انتشار القمامه، وبالتالي في استعداد بالنسبه للاهالي للتعاون مع المسؤولين والمجلس المحلي، ولكن هي مجرد البدايه، البدايه امتى ويكون في تعاون وربما تؤتي ثمرها عند البدايه. شكرا لكم مشاهدينا، وعوده مره اخرى للاستوديو.